السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات صف السادس الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل النموذج الثاني من اختبارات كتاب المدرسة. النقطة الأولى كانت بتقول النقطة 3 و4 تقع في الربع، ده موجب وموجب، كان في شبكة هنا، كان موجب وموجب، محور سينات موجب، محور صادات موجب، هنا محور سينات سالب، محور صادات موجب، هنا محور صادات سينات موجب صادات سالب، هنا محور سينات سالب صادات سالب. النقطة 3 و4 يعني موجب وموجب في الربع الأول، أو كان ممكن إن حضرتك تعمل شبكة وترسم النقطة هيجي لك النقطة في أنهي ربع بالظبط. تاني نقطة بتقول من مقاييس التشتت، من مقاييس التشتت للانحراف المعياري، والانحراف المعياري ده كان أدق مقاييس التشتت. السؤال الثالث، الثالث المتناسب بين 3 و 6، 3 و 6 عاوز الثالث، حطيت هنا س، يبقى 3 على 6 بتساوي 6 على س. ايه اللي خلاني عملت كده؟ لان لما بيكون عدد الكميات المتناسبه فردي بيكون تناسب متسلسل، هنعمل وسطين في طرفين، يبقى 3 س بتساوي 36، يبقى س الواحده بتساوي 36 على 3 فيها ال 12. رقم 4، لو كان عدد عناصر س 2، نون س بتساوي 2، ونون س في ص بتساوي، أو نون ص في س بتساوي 6، يبقى نون ص 2 بكام؟ أنت قلت إن الس فيها عنصرين، والس في ص فيها 6 عناصر، يبقى معنى كده إن الصاد فيها 3 عناصر. نون صاد تربيع يعني 3 في 3 بكام؟ ب9. رقم 5، المدى للقيم 3 7 3 6 9 5. المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، المدى أكبر قيمة 9 ناقص أصغر قيمة 3، يبقى النتيجة بتساوي 6. إذا كان س في ص بتساوي 7، عشان أعرف نوع التغير يا أستاذ لو انضربوا بيبقى عكسي، لو الس ضربت في ص يبقى ده عكسي. هو عاوز الص بتتغير مع إيه؟ بنخلي الص لوحدها وبنقسم على الس، يبقى الص بتتغير مع 1 على س. ليه؟ لأن هي يا أستاذ كانت ص بتساوي 7 على س، بنشيل اليساوي والثابت اللي هو الرقم ونحط علامة التغير، يبقى الص بتتغير مع 1 على س. السؤال الثاني، أول نقطة فيه، إن كانت الس فيها 2 و5 والص فيها 1 و2 والعين بتساوي المجموعة 3، يبقى نون س في عين بتساوي ايه؟ ص تقاطع س في عين بتساوي ايه؟ ممكن يا شباب في الامتحان يطلب منك مطلوب غريب شوية، يقول لك مثل البيانات بشكل فين، لو كان طلب السؤال ده تتصرف ازاي؟ تبص على الس والص اتقطعوا مع بعض، اتقطعوا. بص على الصاد والعين ما اتقطعوش. بص على السين والعين ما اتقطعوش. تقوم راسم السين والصاد، دول قطعوا بعض. سين وصاد. العين بعيد عنهم. السين فيها كام؟ السين الرقم المشترك 2 وهنا 5 وهنا 1 ودي كانت 3. ده يا شباب لو كان طلب منك شكل فين. ده اسمه شكل فين. طيب نون س في عين، نون س في عين ده دي بتساوي عدد عناصر س في عدد عناصر عين، يعني هتساوي كم عنصر في س؟ عنصرين. كم عنصر في عين؟ عنصر واحد، يبقى الواحد في 2 ب2. طب لو عايز ص تقاطع س، ص وس
قطعوا بعض في ايه؟ في الاتنين. طب في العين نفسها اللي هي تلاتة، يبقى الناتج المجموع جواها زوج مرتب اتنين وتلاتة. اذا كان ب وسط متناسب بين ألف وجيم، اثبت أن ألف ناقص باء على ألف ناقص جيم بتساوي ب على ب زائد جيم. هنتصرف في السؤال ده ازاي؟ نرجع تاني نقرأها. ب وسط متناسب بين ألف وجيم، معنى كده إن التناسب ده متسلسل. يبقى بما إن ب وسط متناسب، إذا ألف على باء بتساوي باء على جيم بتساوي ميم. الميم دي ده ثابت التناسب، بنثبت النسب دي بميم. يبقى الباء بتساوي الجيم ميم، والألف بيساوي الجيم ميم تربيع. جيم منين الجيم ميم تربيع؟ الباء بجيم ميم، تمام، والألف بب ميم. ماشي، الألف دي ب ميم. شيل الب وحط قيمتها، قيمتها ايه؟ جيم ميم. هنبدل الب دي ونحط جيم ميم. ميم في ميم بميم أس اتنين. يا رب يكون فهمت الألف جت بجيم ميم تربيع ازاي. وبنروح يا شباب ناخد الطرف الأيمن. ألف ناقص ب على ألف ناقص جيم بيساوي الألف جيم ميم تربيع، الباء بجيم ميم على الألف جيم ميم تربيع ناقص جيم. هناخد الجيم ميم مشترك، اتبقى من هنا ميم ناقص واحد، ومن تحت هناخد الجيم مشترك، اتبقى ميم تربيع ناقص واحد. هنا يا شباب معانا مشكلة، إن في ناس بتستعجل وبتقوم مطيرة ده مع ده. هنا ميم أس اتنين ناقص واحد، إنما هنا ميم ناقص واحد، تعمل إيه؟ هتقوم محلله. هنحلل اللي تحت ده، ميم ناقص واحد في ميم زائد واحد، دي تعتبر من أفكار التناسب المتسلسل اللي بيكون فيها تحليل دي. كنسلنا دول الناتج ميم على ميم زائد واحد، ناخد الطرف الأيسر، الب بجيم ميم على جيم ميم زائد جيم، هناخد الجيم من تحت مشترك، اتبقى ميم زائد واحد، لما كنسلنا دول، إذا الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. السؤال الثالث ألف بيقول: إن كانت السين فيها المجموعة واحد وتلاتة وأربعة وخمسة، والصاد فيها المجموعة واحد واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة، وكانت العين علاقة من سين إلى صاد، تعني إن أ زائد ب بتساوي سبعة. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وأبين أن العلاقة دالة. هنعمل المخطط السهمي، عايز الناس تفرق ما بين حاجتين، المخطط السهمي والمخطط البياني. يا ريت يا باشمهندسين تراجع على المخطط البياني، لأن معظم الامتحانات اللي جت السنة دي اللي أنت حليتها ما جاش فيها مخطط بياني، فبيكون منسي. يا ريت تحل مخطط بياني ما تهملوش. هو قال لي هنا ارسم بمخطط سهمي، رسمت، بيقول ان الرقم من هنا زائد رقم من هنا يديني سبعة، واحد وستة سبعة، تلاتة واربعة سبعة، اربعة وتلاتة سبعة، خمسة واثنين سبعة. العلاقة دي دالة، ليه دالة؟ السبب لأن كل عنصر من س له صورة في ص، كل عنصر من السينات له صورة في ص. طيب بيان العلاقة ايه؟ بيان العلاقة هو
الواحد راح مع الستة، والتلاتة راحت مع الأربعة، والأربعة راحت مع التلاتة، والخمسة راحت مع الاثنين. طيب، حاجات تانية تخلي بالك منها هو مش طالبها هنا. ممكن كان يطلب منك المدى. المدى لازم تكون العلاقة دالة عشان تجيب مدى. لازم العلاقة دي تكون دالة. لو كانت ليست دالة مفيش مدى. يبقى المدى هنا كام؟ المدى 6 و4 و3 و2، لأن المدى هو صور المكان. كان ممكن يطلب منك مخطط بياني. ما ننساش المخطط البياني بعد إذن حضراتكم، يا ريت تراجع عليه وما تقولش إن هو سهل. يعني الناس اللي بتبص للأسئلة كده وتقول أيوة حلته قبل كده سهل، هتيجي في الامتحان تيجي تحله تقول أنا كنت بحله إزاي. في فرق ما بين عقلك يفتكره بسبب الصورة اللي هو حافظها في دماغك، أو إنك تحل وتقابل المشاكل. الواحد مع الستة، التلاتة مع الأربعة، الأربعة مع التلاتة، الخمسة مع الاثنين. طبعا يا شباب ما بنوصلش، ده ما بنوصلش. إذا كان الخمسة ألف بيساوي التلاتة باء، أوجد قيمة 7 ألف زائد 9 باء على 4 ألف زائد 2 باء. هنجيب يا شباب ألف على باء. 5 ألف كانت بتساوي 3 باء، ألف على باء مش هرجع فاضي، 3 على 5. طيب هنجيب قيمة المقدار ده ازاي؟ كنا بنقول إن الألف بتلاتة ميم، الألف بتلاتة ميم، والباء بخمسة ميم. ليه؟ لأن دي نسبة ثبتها بثابت. يبقى 7 ألف اللي هي 7 في 3 ميم زائد 9 باء، التسعة في 5 ميم. الأربعة ألف 4 في 3 ميم. الاتنين باء 2 في 5 ميم بتساوي 21 ميم زائد 45 ميم على 12 ميم زائد 10 ميم. 1 66 ميم على 22 ميم، يطلع الناتج بيساوي 3. يعني ايه دالة 3 بتساوي 15؟ يعني هنشيل السين ونحط 3، الناتج بيساوي 15. تاني كانت دالة سين بتساوي 4 سين زائد باء. المهم ان دي اسمها دالة سين، بقى اسمها دالة 3. عمل ايه؟ شال السين وحط 3. انا هعمل كده، 3 في 4 ب 12 زائد باء ب 15، يبقى الباء الواحدة بتساوي 3. ص بتتغير مع س، كنا بنشيل علامة التغير ونحط مكانها يساوي ميم. ثابت التغير، ميم دي ثابت التغير. هنعوض مكان الصادات ب6 والسينات ب3. 3 في كام يديني 6؟ أو اقسم السايب على المربوط، ده السايب الستة وده اللي مربوطة بميم. يبقى الميم طلعت بتساوي 2، بقت العلاقة ص بتساوي 2 س. طيب عاوز يعرف الص بكام؟ لما حطينا السين ب5، الص بتساوي الاتنين في 5، يبقى الص بتساوي 10. قلنا يا شباب إن احنا هنعمل جدول، أو نعوض بالأرقام دي الأول. دالة سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3. هنعوض بالسالب 3 بقى 4 ناقص 9 بسالب 5. سالب 2 هنسيب الأربعة زي ما هي، هنشيل السين ونحط سالب 2، أس 2 بموجب 4، يبقى 4 ناقص 4 بتساوي 0. دي موجب 4 في سالب بسالب. 4 ناقص 1 بتساوي 3.
أربعة ناقص هنشيل السين ونحط صفر، بقى صفر. شيل السين ونحط واحد، أربعة ناقص واحد تلاتة، هنشيلها ونحط اتنين، أربعة ناقص أربعة صفر، هنشيلها ونحط تلاتة، يبقى أربعة ناقص تسعة بتساوي سالب خمسة. كده أنا طلعت قيم س ودالة س، س دالة س كام القيم؟ عوضنا بالسالب تلاتة وبالسالب اتنين وبالسالب واحد وبالصفر وبالواحد وبالاتنين وبالتلاتة. طلعت القيم سالب خمسة صفر تلاتة أربعة تلاتة صفر سالب خمسة. الخانة اللي في النص صفر وأربعة، هي دي يا شباب إحداثي رأس المنحنى. المهم إن إحنا ممكن نرسم برضو ونطلع من على الرسم. الرسمة طلعت معانا كده، دي يا شباب الرسمة. ممكن تجيب حضرتك إحداث الرأس من هنا اللي هو صفر وأربعة. إحداث الرأس الرقم الأولاني ده معادلة التماثل، وبنكتبه س تساوي، لازم تكتب س تساوي صفر. دوت القيمة، القمة، الرأس، الرأس هنا فوق ولا تحت؟ الرأس فوق، يبقى القيمة عظمى بكام؟ بتساوي 4.